السلام عليكم. المفروض ان النهارده اجي اعمل حاجه اسمها ام او تي او الكشف الدوري للعربيه. الكشف الدوري للعربيه ده بيتعمل كل سنه، تمام؟ دي حاجه اجباري كده من الحكومه. اختصار كلمه ام او تي يعني منستري اوف ترانسبورت. المفروض ان المكان اللي انت بتجيب العربيه بتاعتك فيه بيبصوا على العربيه اذا كان ينفع تمشي على الطريق ولا لا، او فيها مشاكل. لو فيها مشاكل في الاضاءه مثلا، في اي حاجه، العربيه بتاعتك بتسقط. ومعنى ان هو يسقطك على السيستم، معنى كده ان انت ما ينفعش تمشي بالعربيه بتاعتك. فجيت لهم النهارده علشان اعمل الام او تي اللي هو الكشف الدوري. والكشف الدوري ده بيبقى كشف عموما على العربيه. والجراج هنا ممكن تزود عليه خدمات تاني، يعني هو في اكتر من مكان بتعمل فيه الكلام ده. مكان مش تابع للحكومه بس السيستم بتاعه متوصل بالحكومه، اللي هو انت لو عملت الام او تي ده هم بيحطوا على السيستم ان العربيه بتاعتك فاليد ولا مش فاليد، صالحه ولا غير صالحه ان هي تمشي على الطريق، تمام؟ فانا جيت لهم من شويه، فالدنيا زحمه عندهم، فبيقول لي احنا عندنا مشكله في السيستم، واحنا المفروض ان احنا ريسكادول الابوينتمنت بتاعك، هيحطوني في يوم تاني. فادوني ميعاد بعد يومين. فقلت له طيب انا هعمل ايه وكده، فقال لي خلاص انا هعدل لك الام او تي بتاعك على السيستم التاريخ ان هو يبقى فاليد لمده يومين كمان، يعني هيديني صلاحيه يومين كمان ان انا امشي بيها لغايه لما اجيبها له ويبص عليها، يبص على العربيه في كل مكان فيها، في كل حاجه فيها. لو فيها اي مشاكل بيسقطها، لو العربيه تمام بيخليها تنجح. وبعد كده حجزت كمان صيانه اللي هو يصين العربيه، يعمل لها يغير زيت وفلاتر والكلام ده كله. فقال لي خلاص لما تجيبها ان شاء الله بعد بكره يبقى نعمل الدنيا دي كلها. قصه السواقه هنا في المملكه الى حد ما معقده شويه، والحكومه هي اللي دايما بتشرف على الموضوع ده. فانت المفروض ان انت خلاص هتركب عربيه، يبقى انت المفروض يبقى تمشي جنب الحيطه، واي حاجه تقول لك الحكومه عليها تعملها وش، يعني ما ينفعش فيها فهلاوه وحداقه والحركات بتاعتنا دي. لان لو خالفت الكلام ده بتاخد نقط على الرخصه بتاعتك. هنا العقاب بالنقط مش بالفلوس. في عقاب صغير، تمام، وفي عقاب كبير. العقاب الصغير ده ان انت مثلا ركنت في مكان ما ينفعش تركن فيه، عديت في مكان مخصص للباص مثلا، تاخد مثلا 60 جنيه غرامه، 85 جنيه غرامه. طبعا اتبعتت لي كتير الكلام ده، الحاجات دي كلها اتبعتت لي كتير في الاول، بس الحمد لله بعد كده التزمت معاهم. يعني المشكله ان في كاميرات في كل مكان، وحياة الناس بالنسبة لهم هنا دي أهم حاجة ممكن حد يتكلم فيها. فإن شاء الله هجي لهم كمان يومين ونشوف الدنيا دي. هكلمكم دلوقتي عن إزاي تسوق عموما في بريطانيا، وتعمل إيه بالنسبة إزاي تطلع رخصة والحكايات دي كلها. معلش يا جماعة، بعتذر إن أنا فصلت الفيديو، اضطريت إن أنا أغير المكان علشان كنت واقف في وش المدخل بتاع الجراج. المهم كنا بنتكلم على ازاي تسوق هنا في انجلترا. لو انت جاي من مصر، تمام، وكنت بتسوق في مصر، سهل جدا ان انت تعمل رخصه سواقه دوليه. بتروح نادي السيارات الدولي في مدينه نصر وتعمل رخصه سواقه، مش هتكلفك 100 جنيه يعني، رخصه سواقه دوليه. دي بينفع ان انت تسوق بيها هنا، مفيش اي مشاكل. بس لما بتيجي هنا بتامن على العربيه، والتامين بيكون عالي شويه علشان رخصه السواقه بتاعتك مش من هنا. انما بقى لو انت جاي بقى ومفيش بقى اي خبره خالص عن السواقه والكلام ده كله، فدي بتكون احسن، تمام، ان انت تتعلم هنا على الاقل، فاهم، بتعرف كل حاجه بتتعلق بالبلد، بالسواقه، بتركب عربيه اول مره هنا، فالدنيا بتكون مختلفه تماما. علشان تتعلم هنا قصه تانية خالص. في البدايه لازم تحدد اذا كنت عايز تتعلم مانيوال ولا هتسوق اوتوماتيك، لان ده يختلف في الرخصه بتاعتك. لو انت هتطلع رخصه السواقه بتاعتك اوتوماتيك، مش ممنوع ان انت تسوق المانوال، تمام. انما بقى لو هتطلعها مانوال، بينفع ان انت تسوق الاوتوماتيك والمانوال في نفس الوقت، ما فيهاش اي مشاكل. التكلفه بتاعتها بتكون عاليه شويه ان انت تتعلم هنا. سعر الساعه بيوصل من 20 ل 25 باوند.
بتجيب واحد، ممكن بتعمل الكلام ده مع شركه او مع اشخاص عاديين. انما انت لو مصري بقى وجاي هنا، فانت ممكن تسال مثلا على ايه، على احسن حد مثلا مصري بيكون بيعلم السواقه هنا. هو مش هيعمل لك تخفيض في السعر ده مبدئيا، بس على الاقل هيبقى بيتكلم معاك عربي، فالدنيا هتكون اوضح بالنسبه له. الساعه بتختلف، بتبقى من 20 ل 25، وانت محتاج لك مثلا على يعني علشان نقول ان انت هتبقى كويس، محتاج ان انت مثلا حوالي 40 ساعه. فلو قلنا مثلا 40 ساعه في 25 جنيه، يعني هتدفع لك في حدود مثلا 1000 جنيه، ده بس علشان تتعلم. نيجي بقى ليوم الامتحان. بعيدا، خلينا قبل الامتحان. طيب انت علشان تركب مع واحد ياخدك ويعلمك ويلف بيك والكلام ده كله، محتاج ان انت تقدم على حاجه مبدئيه اسمها بروفيشنال لايسنس. بروفيشنال لايسنس اللي هي رخصه سواقه مبدئيه، دي بيكون لونها اخضر، تمام. انما اللي هي الفول يو كي لايسنس دي بتكون لونها احمر. فانت الرخصه اللي انت بتطلعها دي علشان يسمح لك ان انت تبقى مع واحد بيسوق، وانت ممكن تسوق برضو، بس لازم يكون واحد جنبيك، لازم يكون حد معاك مرافق ليك دايما، تمام. ويكون معاه رخصه سواقه بريطانيه مش اقل من 3 سنين، تمام. اقول تاني، علشان تعرف تسوق هنا لازم يكون في حد معاك في العربيه، ولازم يكون معاه رخصه سواقه على الاقل 3 سنين. خلاص الدنيا تمام، وتعلمت السواقه والدنيا زي الفل، وشايف نفسك ان انت مستعد للامتحان، تمام. بتروح بتقدم، بس اسف معلش في حته عديتها، ان انت بعد ما بتطلع البروفيشنال لايسنس دي وبتتعلم، بتعمل حاجه اسمها ثيوري تيست. الثيوري تيست ده اللي هو اختبار، ده بيبقى هو في اختبارين، واحد ثيوري تيست ده اللي هو على كمبيوتر كده، وبيدي لك 50 سؤال بتجاوب منهم 43، تمام. علشان تنجح لازم تجيب 43 على الاقل، ممكن تجاوب ال 50 ده يبقى تمام، لكن علشان تنجح لازم 43. انت عندك 7 فرص ان انت تجاوب غلط، لكن اقل من كده لو 42 سؤال لا، يبقى هتسقط ومحتاج ان انت تعيد الامتحان تاني. الامتحان النظري ده متكون من جزئين. مبدئيا كده ال 50 سؤال دول اللي هيطلعوا لك هتجاوب منهم 43 واحد صح، تمام. والجزء الثاني برضو في نفس المكان، يعني في نفس الامتحان، حاجه اسمها هازارد بريسبشن، اللي هو ايه ده بقى، اللي هو ان انت وانت برضو على الكمبيوتر بعد ما بتخلص اجابه ال 50 سؤال دول، بيجيب لك مواقف، حاجه زي فيديو كليب كده، تمام. عربيه عاديه ماشيه، وماشيه في طريق عادي هنا، وبيجيب لك مثلا اماكن المفروض ان هي فيها اخطاء، فانت بتدوس بالماوس بتاعك بتعلم على الاماكن اللي هي فيها اخطاء، تمام. ده اللي هو الجزء الاول بيكون من الاختبار. خلاص نجحت في الثيوري تيست اللي هو ال 43 اجابه صح من مجموع 50، وال 13 كليب، هو بيجيب لك 13 فيديو كليب للهازارد بريسبشن ده، اللي انت بتعلم فيه اذا كان هنا في خطر ولا مفيش خطر، في حد عمل خطا ولا لا، تمام. بعد ما بتخلص بتاخد النتيجه بتاعتك. خلصت الكلام ده كله، وانت طبعا خلاص عملت السواقه بتاعتك، يعني انت اتعلمت سواقه وكله تمام. بتعمل بعد كده حاجه اسمها اللي هو البراكتيكال تيست. البراكتيكال تيست ده بيبقى صعب شويه، وفي ناس كتيره جدا بتنزل فيه. انت لو نزلت فيه مش مشكله، مش قصه يعني، بينفع تعيده تاني، بس لازم بعديها باسبوع. انا نزلت 4 مرات، فبيبقى في ضغط عليك. اولا ان انت الشخص اللي معاك في العربية ده اللي هو انت اتعلمت على عربيته مش هو اللي موجود معاك، وفي واحد تاني اللي هو هينجحك او يسقطك، فانت من جواك بتبقى مرتبك، ده اولا. ثانيا بتطلع على الطريق في حاجات كتيرة جدا مثلا انت بتنسى تعملها، يعني هتاخد مثلا هتعمل تيرن رايت او ليفت، هتلف يمين او شمال مثلا، ونسيت ان انت تشغل مثلا اللي هو الانديكيتر الاشارة بتاعتك، لا بيسقطك، فاهم. هو مش بيتلكك لك، بس هو عايزك تعمل كل حاجه صح 100%. حزام الامان انت لو ركبت العربيه مثلا ونسيت تحط حزام الامان، تمام، ده خلاص انت كده ساقط من قبل ما تتحرك. فالامتحان بيكون صعب شويه، وفي ناس كتيره جدا بتنزل فيه. انا اعرف واحد عيل صاحبي بنجالي كان شغال معايا،
نزل 10 مرات يعني، وكان بيتعلم قبلي. فهي القصه بتبقى صعبه ويبقى فيها ضغط نفسي كمان، لكن خلاص انت بعد كده عديت وكله تمام. بعد كده انت حر يا عم، اعمل اللي انت عايز تعمله. وبلاش تناكه والنبي، لما تيجي تركب مثلا عربيه اوتوماتيك بلاش اللي هو ان انت تسوق برجل واحده والكلام ده كله، لا هنا ما ينفعش معاهم الكلام ده. هو انت عندك بدلين اللي هو واحد بتاع بنزين واحد فرامل، لا تستخدم رجليك الاثنين ما تستخدمش رجل واحده، على الاقل مع الراجل ده، على الاقل اثناء الامتحان تمام. خلاص خلصت كده كله تمام. عايز تشتري عربيه بقى، العربيات سعرها ما فيش ارخص من كده، سهل جدا ان انت تشتري عربيه، دي مش قصه. انما القصه بقى كلها في التامين، ان انت لسه ناجح وعايز واول مره هتسوق تمام، فالتامين بيكون عالي بصراحه. ممكن تدفع مثلا حوالي 150 جنيه استرليني مثلا في الشهر او 200 جنيه استرليني، ده مبدئيا كده بعيدا عن سعر العربيه. خلاص خلينا نقول ان انت اشتريت عربيه دلوقتي انت هتروح تأمن على العربية تمام، تختار شركة على الأقل يعني يكون سعرها حنين شوية. ولو انت مثلا متجوز مثلا هنا ومعاك مراتك معاها رخصة سواقة، فهي ممكن انت مثلا في أول سنة أو سنتين بتبقى مثلا سواق تاني على يعني بتحطك هي على التأمين بتاعها تمام، فبينزل ده قيمة التأمين شوية. خلاص الدنيا كده تمام، أمنت. تعمل حاجه تاني اسمها ام او تي، اسمها اسف رود تاكس. الرود تاكس ده بيكون حوالي 25 جنيه او 30 جنيه شهري، بتدفعها للحكومه علشان الطرق اللي انت بتمشي عليها علشان يظبطوها لك، لو في حفر مش عارف ايه الكلام ده كله، لا يظبطوا لك الطريق اللي انت بتمشي عليه واللي انت بتتحرك عليه. دي الحاجتين بقى اللي انت بتدفعهم. التامين بتاعك ده بقى بينزل بقى كل شويه، يعني كل سنه بتعدي عليك تمام قيمه التامين بتاعتك بتنزل. خلاص كده تمام والدنيا حلوة زي الفل. كده احنا اتكلمنا على الام او تي. الام او تي ده كشف دوري، لازم كشف سنوي لازم يتعمل على العربية بتاعتك، بعيدا عن ان انت تغير زيت وفرامل والكلام ده كله وفلاتر والقصص دي كلها، لا ده ملوش دعوة بده خالص. الام او تي ده دي حاجه كده اللي هي وزاره النقل والمواصلات دي عاملاها اجباري، ان انت لازم تروح مكان معتمد تمام يبص على السياره بتاعتك ويفحصها ويشوف اذا كان العربيه بتاعتك فيها اي مشاكل او لا. المفروض ان العربيه بتاعتك تبقى بيرفكت علشان تنجح، يعني ما ينفعش ان انت يكون في عندك لمبه مش شغاله مثلا في العربيه. يعني انا حصل معايا موقف مثلا في مره، فانوس من فوانيس الشبوره ده اللي انا عمري ما استخدمته اصلا، باظ في اليوم قبل، يعني يوم قبل ما اروح اعمل الكشف والله، وما خدتش بالي منه، يعني انا ما خدتش بالي منه غير لما رحت عملت الكشف، فبيقول لي ان انت في الفانوس ده مش شغال عندك والمفروض ان انت تغيره، واحنا هنضطر نسقط العربيه. هو لو سقط لك العربيه بيدي لك اسبوع صلاحيه ان انت ينفع تمشي بالعربيه لغايه لما تصلح العطل اللي فيها ده. فبالتالي اضطريت ان انا اروح مكان تاني وغيرت السبوت ورجعت له، وراح بعد كده راح منجح العربيه. فاللي انا عايز اقوله ان انت العربيه بتاعتك لازم تكون تمام، لان حياه الناس طبعا هنا اهم حاجه في الدنيا. في حاجه كمان كنت عايز استشير حضراتكم فيها، كان في ناس اصحابي كلموني على العربيات الهجين. العربيات الهجين هنا او اللي هي الهايبريد كارز منتشره جامد هنا، لكن في مصر في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه عربيه مهجنه. عربية مهجنة اللي هي العربية اللي بتشتغل بالبطارية والبنزين في نفس الوقت. فلو مهتمين بالموضوع ده تمام، يا ريت حضراتكم تكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل ان شاء الله بقى هعمل فيديو عليه باذن الله، واجيب لكم عربية ان شاء الله هايبريد واوريها لكم واوري لكم الدنيا بتشتغل فيها ازاي والقصص دي كلها. هي عربية بتكون موفرة جدا ده مبدئيا، الاعطال بتاعتها بتبقى اقل شوية، هتبقى عربيات جميله واسعارها عاديه جدا، يعني زي اسعار العربيات العاديه، ممكن تكون يعني زياده سنه بسيطه، لكن بتحافظ على البيئه والكلام ده كله. وهنا يعني بيفكروا علشان اللي هو الطاقه النظيفه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وان اسعار وان البترول مش عارف ان هو هيخلص في يوم من الايام وبتاع، فكله بيتوجه للطاقه النظيفه علشان يحافظوا على البيئه والكلام ده. فالقصص دي كلها هنا المفروض ان الكلام ده، العربيات الهايبريد دي موجوده من زمان، يعني موجوده من زمان جدا، يعني ما اعرفش من امتى بالظبط،
بس يعني مش اقل مثلا من 20 سنه مثلا يعني، في اعتقادي الله اعلم مش متاكد بالظبط، لكن لو حضراتكم مهتمين بالموضوع ده تمام يا ريت تعرفوني، وان شاء الله نعمل فيديو نتكلم فيه ان شاء الله عن العربيات الهايبريد الهجين تمام. ولو حابين تعرفوا برضو اسعار العربيات دي بتكون عامله ازاي والشركات اللي بتنزلها والكلام ده كله مفيش مشاكل، ممكن نتكلم برضو عنها. المكان اللي انا فيه ده مكان قريب جدا على الجراج اللي انا كنت رايح سيرفيس فيه العربيه، البارك اللي انا فيه ده دلوقتي. فهو كان فاضل ساعه على صلاه الجمعه، فقلت اجي هنا ايه اتكلم معاكم شويه لغايه لما يجي ميعاد الصلاه. وانا هنا شفت كميه وز غريبه جدا تمام. الوز ده المفروض ان انت لو مصري جاي من هنا ما تحاولش تعمل زي همام في امستردام وتقرب ناحيته، علشان الوز ده هنا محمي يعني، يعتبر حاجه رويالتي، حاجه تبع الملكه، وما ينفعش حد يعمل فيهم اي حاجه. يعني انت ممكن لو في ضابط شافك مثلا واخد وزاي كده ورايح تتغدى بيها ولا الدنيا دي كلها، انت اعمل حسابك ان انت هتطرحها على الوش تمام. فكده انا ان شاء الله وصلت معاكم لاخر الفيديو باذن الله تمام. يا ريت والنبي ما تنساش اللايك سبسكرايب والكومنت لو في اي حاجه عايز تتكلم فيها او تناقشها معايا تمام. انا متشكر لحضراتكم جدا على المشاهده، واسيبكم علشان عايز اروح اصلي الجمعه. يلا دمتم سالمين واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم.